دلوقتي، تعتبر ان كاس افريقيا في الملعب هي النقطه السوداء الوحيده في مسيرتك انك ما شاركتش فيها وقتها، وقع اقصائك بطريقه فيها برشا نقاط استفهام؟ صحيح، هذول لي كوب دافريك في تونس، وتكمل للي مير بيتور في الشامبيونه نتاعك، ومن بعد تصير معناها الاستغناء ولا ما تكونش في الليسته نتاع الكوب دافريك هذيك. انا بيدي ما فهمتهاش، معناها قلتهم مانيش فاهمها، فهمت خاطر معناها كي تشوف فما شكون اللي كان في الكوب دافريك هذيك مش خير من علي زيتوني. شكون؟ ما نقولوش لسامي، مش لازم، مش نصدق انا باهي كامل ليه ما نقولوش لسامي خاطر تعديت على روحها تو الحكايه هذيك، فهمتني؟ بالنسبه لي نسيتها، من بعد ظهرت اللي بالحق معناها خاطر علاش؟ خاطر في الكوب دافريك هذيك 2004 لعبنا كوب دافريك، ومن بعدها في جوان لعبنا جوز اولمبيك، جوز اولمبيك لعبنا ثلاثه ماتشات مركز زبونتويت في جوز اولمبيك اثينا. اي وبعد الكوب دافريك هذيك وقتها نحن مترشحين عندنا الكاليفيكاسيون جوز اولمبيك تونس، السنغال، مصر، نيجيريا. ونترشحوا نحن. وماتش الاخراني فما برشا عباد تعرفوا ماتش تونس ونيجيريا. في والبونتو الشهير. البونتو والبيلانتي، البيلانتي جاب عليه. سيرتو البونتو، البونتو ما يتنساش. فهمتني؟ هذيك اللي رشحنا رشحنا للجوز اولمبيك، وبالمناسبه هذيا نقدم تحيه كبيره برشا للراجل اونترونور. حبوا برشا ونقدر برشا ونعزوا برشا اللي هو سي خميست العبيدي. هذاك بالنسبه لي انا عبد اخر، هذاك اونتونير واحد اخر، هذاك اكثر من اونتونير بالنسبه لنا نحن في الوقت هذاك. اي علي ارجع لي 2004 تعتبرها شويه تكنيك والا بفعل فاعل؟ خاطر اسمك ليله الليسته كان في موجود معنا. والله يا شوف باش نعطيك حاجه في الكوب دافريك هذيك كما قلت لك، خاطر فما برشا ما نحكيش، باش تعرف اللي انت في الكوب دافريك هذيك صحيح فما جزيري، فما سانتوس، فما مهذبي، فما جديدي، فهمتني؟ نحكيو على قلوب الهجوم اللي هما سانتوس وقتها ناجح ابراهيم. تعتبر مثلا ناجح ابراهيم كان افضل من علي الزيتوني اللي كان وقتها في معناتها في تومبكو مثلا. ناجح ابراهيم معناها انت تو كنت تعتبر ناجح ابراهيم افضل من علي الزيتوني هكا ولا ايه؟ سؤال نسولك ليك انت. انت انا نسأل. ايه سؤال نسولك ليك انت. ناجح انا في رايي لا تحقيق. فوالا معناها انت هيك قلت، انا ما نحبش باش نعطيك حاجه، انا ما نحبش تو نقارن روحي بواحد زميل وصاحب اللي كنا مع بعضنا في ليكيب ناسيونال، معناها فهمتني؟ نخلي ديما العبيد هما اللي يحكموا ما بين شنو يمكن فما حاجات في ناجح ابراهيم مش في علي الزيتوني. ما فما شيء، على الاقل قلنا شنو صار علي. والله شوف شنو هذيك حاجه، انا بيدي راني مانيش بون حتى انا بالرسمي راهو باش نكون معك داكورد. وقت في الكوب دافريك هذيك فما جوارات، فما يسمي تاع جوارات، سانتوس مازال كي وقتها جانا سنيلو باش يحضر الكوب دافريك هذيك، جزيري وقتها في فورما، هذوما معناها وقتها اللي نتذكروا وقتها، معناها كانت وقتها حكيت سانتوس والجزيري باش يلعبوا. شويه تكنيك فهمتني؟ شويه تكنيك بون، ما ما كي تجي تشوف هو راهو تنجم تقول مثلا انا وياك فرد بوست هكا ولا مي انا وياك نلعبوا البروفيل نتاعنا كيف مثلا انت تلعب دودو وانا زادة كيفك. وقتها تنجم تاخو دي تختار اسلام ولا علي، فهمتني؟ اما كي تجي تشوف تو انت في الليكيب ناسيونال هذيك في لي زاتاكون اللي موجودين غادي كل واحد عنده البروفيل نتاعو. علي الزيتوني مش كيما جزيري، مش كيما سانتوس مش كيما نجح برا، فهمتني؟ قالت الحكايه شو باش نعطيك حاجه، وقت شكون فما سانتوس والجزيره هذوك ما يتمسوش. قعدت بعد شنو؟ الثلاثه الاخرين هكا ولا ايه؟ لا الثلاثه الاخرين انا لا مش ثلاثه، عماد المهذبي مثلا ما كنتش نفس البوست انت وياه، انت وناجح، انا وناجح قعدت ما بين انا وناجح ووقت جديدي محمد جديد. كيف يلعب على جناب جديد؟ يلعب على جناب، معناها كي لاتاكون، معناها كي تشوف وقتها يمكن البروفيل نتاع الزيتوني ونجح برام كيف يمكن اختار لو ميل كان يميل شويه زمقريه نقولوا. تي كان يميل، باش نعطيك حاجه شو تحب ولا تكره، انا وقتها في البريود هذيك نتاع لو ميل ما كانش ما فماش كورونا ما بين انا وياه، ما نحكي معناها ما تعداش كورونا. علاش؟ معناها من هالولاني ما تعداش، معناها يمكن حاجات. يمكن وقتها وصلوا له اللي انا مانيش ديسبليني ولا وصلوا له اللي انا بيا وعليا من نهار الاولاني،
من بعد ماتش بعد لعبنا نحن لعبنا شنو وقت جاء وقت جاء 2003 هو جاء 2003 هو جاء بعد ماتش بورتغال لاميكا بعد ماتش بورتغال ورا بعد ماتش بورتغال سمحني شوف اللي انت ماركيت فيه وقتها اللي انا ماركيت فيه وبعد لعبنا ماتش مصر تعادلنا 0-0 سمحني باش نعطيك حاجه انت اليوم اونتونور مازلت ما تعرف حتى شيء على الكره التونسيه في الوقت هذاك فهمتني وتجي تقول ما نعرفش تقول مثلا جي انا ما تحملنيش ولا جي انت ما 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 نعجبكش ولا واحد اش معناه ومازلت انت ما حكمتش عليه وزدت انت ما قال هكا ما قالش هكا ما تحس هكاك شو باش نعطيك حاجه لو نحن وقت في البيريود هذيك ماني صغار نعرفوا شكون لونتونور اللي من نهار الاولاني يجي معمر عليك ونعرفوا لونتونور اللي من نهار الاولاني ما عارف حتى شيء وما في باله حتى شيء يقول لك انا نحب نشوف الجروب هذا مش حاب نشوف الجوارات وانا نحكم بوحدي اما فما اللي فما تعميره معناها فهمت شو ما نحبش نحكي انا تو تعرف اكيد اي ما تعرف انت نعرف بيان سور ما نعرف انت نعرف كل شيء شو باش نعطيك حاجه لو انا انسان عشت برشا حاجات خايب عشت برشا تعرضت برشا ظلم ونعرف شكون اللي ظلمني شكون ما ظلمنيش فهمتني اما نحبش نحكي الحمد لله معناها لاباس تو انا على روحي فهمتني بديت الكره راجل وكملتها راجل فهمتني اما باش تعرف فما حاجات شوف باش نعطيك حاجه فما حاجات كان عملها مع الزيتوني في الوقت في وقت من الاوقات تراو ما نعرفش راني عندي برشا حاجات وراو عندي راني في بوست معينه في في اي بلاصه ما فهمتكش فهمتني شنو من حاجات فسر باش نعطيك حاجه انا جنوبي خويا ولد جنوب انا تربيت الكل ولا تونس تيلي كنا ولا شو باش نعطيك جنوبي اش معناها انا معناها من جيبس معناها جيبسي ابار كيما قلت انت كنا ولاد جنوب كنا كل شيء انا تربيت عند زوز بالرسمي رجال معناها فهمتني بابا وعمي هذوما بالحق ما فماش ما ارجل منهم في العالم فهمتني علموني كيفاش قراوني وعلموني كيفاش نعيش في حياتي هذي فهمتني صحيح فما بريود اللي انا كنت نية برشا وعاقل برشا ونعطي ثقة برشا للعبيد وتلاقيت منها الحكاية هذيك خلصت بالوقت فهمتني مية تو وليت الحمد لله معناها على الاقل قلنا مليح بمسؤول اللي عمرو مدرب شنو بالضبط سمعني شو باش نعطيك حاجة اونتونور جديد ما ينجمش يكون مليح بيجي في خاطر في الوقت هذاك راه باش نحكيو على ليكيب ناسيونال في الوقت اللي جا فيه لومير ما فما حتى واحد راه عنده كلمه في الـ في الـ في الـ معاه ما انا ما فما حتى واحد ما عنده كلمه معناها بهذا معروف اما كي تقول لي انت عمرو نستغرب انا شويه تي وقتها شو باش نعطيك حاجه فما عباد تفضل زيد على عمر يزم تضرب مع ذاك في جورة ذاك تحكي برشا بالغاز مش نحكي ما مش نحكي بالغاز بيقولنا على الاقل مليح بمسؤول المدرب انا سامحني باش نعطيك حاجه انا علي زيتوني اليوم البوست نتاعي اليوم خدمتي ك اجون مناجير هكا ولا به اجون والا مثلا مسؤول والا حاجه فهمتني عندي جوار معين اللي انا نشوف فيه يلزم نضرب معاه يلزم ندز معاه باش يكون في ليكيب ناسيونال هكا ولا مو يلزمك ديما الكونكورون نتاعو فما مصالح نتاع معتبين المدرب والملاعبيه نقولوا هكا ليه شو ما نجمش نقول لك انا ما نجمش نحكي لك تعرف علاش خاطر ما نجمش نحكي لك خاطر انا وقت في البريود هذيك ما تمتش دعوتي برشا للكيب ناسيونال باش نكون واضح معك انا بعد كوب دافريك 2004 البريود هذيك قبل كوب دافريك تم دعوتي للكيب ناسيونال انا خاطر وقتها شنو هي ضعت في الكوب دافريك بعد هي بعمين ضغط في 2006 في الكوب دمور كنت عندك مشاكل مع نبيل معلول؟ لا ما عندي حتى مشكلة مع حتى حد بالحق أنا اليوم شكون اللي عندي مع مشكلة؟ ما عندي حتى مشكلة مع حتى حد أنا تعرف عليش شو أنا جيني اليوم مثلا كأونتونور وقال به نحكي وخاطرك في أمور الكرة أونتونور خويا ما تلعبنيش على خاطرني أمباز ولا ما تلعبنيش على خاطرني أنا المضروب يا خويا أنا قبل من عندك أما نبدأ مفورم وكل شيء ونقعد نكور وتجي ما تلعبنيش خاطر باش تبجل واحد علي انا ما نقبلهاش هذيك انا خاطر نكور ما نحسبش بالحق ما نحسبش خاطر كان زيد نحسب انا راهو فما برشا حاجات ما ضريتش فيهم كيما مثلا تعرضت لاصابات اللي جرت ما حسبتش قولها معناها فهمتني ما حسبتش معناها فهمتني نجم تكون مثلا نولي انا مثلا خاطر شو باش نعطيك حاجه انا وصلت بريود راني نلعب
ايكيب ناسيونال جونيور ايكيب معنا ايكيب ناسيونال جونيور نلعب ايكيب ناسيونال جونيور نلعب في ايكيب ناسيونال ا في الاسبيرونس هذوما ثلاثه معنا هذوما كنت ديما ديما عليهم ما نحسبش بايمك بتسميه شخص والله يا شخص بسميلك مسميلك ما نجمش نسميلك ما يقول لي على الاقل مدرب لاعب مسؤول شنو مش قول لك ما نجمش نسميلك ما تسهليش ما نجمش ما نحب فهم شوف باش نعطيك حاجه فهم حاجات ما نحبش نحكي بيهم خليهم ينمو تعدى اليوم باش شوف باش نعطيك حاجه الحاجات هذوما تعدى وفاتوا 2004 تو تي عندها تشوف قداش من عام كاين عمل اللي عمل الحاجه باش تكون سبب في في مضره علي زيتوني ولا اي لاعب ربي يخلص 2010 نفس الشخص هذا نحاك 2010 لا 2010 من كان حكايه اخرى حكايه اخرى باهي فسرنا شنو صار في 2010 بالحق هذاك علاش نقول لك انت بشو باش نعطيك حاجه تقول لك علاش بالحق معناها هذه حكايه باش نحكيها تو خاطر انا 2010 في الكان في انطاليا وقت نكور في انطاليا انطاليا سبور قبل الستاج اللي خلاني بتاع ليكيب ناسيونال تضربت جيتني وقتها ايلونغاسيون في ليزاديكتور في انطاليا نتذكر كيما تو كلمت نبيل قلت له اني تضربت قال لي باهي وقتها مازال وقتها جمعتين ولا 20 يوم مش فوزي 2010 استنى ما مو فوزي بنزرتي ولا شوية 2010 فوز بزات سينابيلا نهاية الكوب دافريك فما كوب دافريك قطعة نحاوني أنا تذكر 2006 تعرضت لإصابة أنا وقت لومير ونبيل معلول 2006 في مصر 2006 ومبعد مرموهك ومبعد 2008 ولا 2008 وقت طالت تضربت في ليزاديكتور والنبيل قال لي رد بيرك تلاقي بروحك ليه يبدأ ستاج بديت ستاج اول نهار في المونترمون بتاع ستاج عملت تكا عاودت حيرتي وقت خرجت من الوقت هذيك 2000 هذيك بون ربي ما حبش 2010 بون 2010 حكايه اخرى هذه 2010 حسما قالوا لي سمعت اسمي اللي انا موجود في الليست في الاحد الرياضي اي معناها وقت فوز بن زرتي قال لي معناها الجوريت الاسم الاكثر باش يكون موجود في الليست نتاع ليكيب ناسيونال علي زيتوني وقت قالوا لي هكا فهمتي في في الاحد الرياضي قال هكا ومن بعد نلقى روحي لا مانيش في الليست مانيش في الكل شنو صار ما عندكش فكره والله ما عندي حتى فكره والله ما بون وقتها ما سالتش مي وقتها بالحق معناها خاطر نتذكر في اللحظه نتذكر في الاحد الرياضي وقتها بعد الاحد الرياضي سموني في الليكيب كلموني برشا اصحابي وانا في تركيا فهمتني قالوا لي سمعت سي فوزي يحكي عليك راك انت باش تكون من الاوائل في وقتها قال من الاوائل في الليسته نتاع الكوب دافريك هذايا علي زيتوني قال وقت نذكر كيما هكا ومن بعد نحيت معناها فهمتني خاطر علي زيتوني ما عنده حد شكون يدافع عليه ماكش تقول لنا عليه زاد ها ماكش باش تقول لنا عليه شنو صار ليه ما نقولكش نعرف شكون ما نقولكش باش تعطيني شيء معناها اليوم ليه والله نعرف شكون ما نقولكش شوف باش نعطيك حاجه تعرف علاش خاطر بالحق علي زيتوني صنع روحه بروحه حتى واحد ما صنع علي زيتوني حتى واحد ما ضرب مع علي زيتوني ما نحكي معناها في الكوره راهو علاش خاطر من بعد لقيت روحي انا وحدي وهاوكا اكثر واحد اللي مثلا حتى ولو يتم الاستغناء عليه ويتنحى فما حتى حد مش بيجي مضره من عنده ولا من اللي دايرين به واضح خاطر لقيت روحي وحدي انا وحدي فهمتني ما عملتش باهي نرجع شويه لتالي انت من الملاعبيه بعد خروج سليم شيبوب من اسبيرونس طلبوا انهم يخرجوا انت كنت من الملاعبيه هذوم ولا لا؟ صحيح طلبت انت تغادر كيفاش معناها؟ طلبت تغادر اسبيرونس بعد خروج سليم شيبوب بعدها شو وقت؟ والله بعد خروج سليم شيبوب وقتها نحن شنية وقتها عملنا الكوب دافريك هذيك تشامبيونز ليج 2004 ومن بعد بعدها لعبنا فينال كوب كونتر سي اس اس وبعدها وقت سليم شيبوب خد ديسيزيون اللي هو باش يسيب جمعيه وقت ما انا انت كي تحسب من 98 حتى 2004 ما انا وقتها
عملت كارير معنا في الـ في الـ في الاسبيرانس فهمتني. وقتها بدت برشا حاجات فهم برشا جوارات مشيو. علاش انا فهم برشا جوارات وقتها فان كونترا مشيو فهم برشا جوارات اللي اللي فسخوا الكونترا نتاعهم ومشيو فهم برشا اللي جوارات اللي جاوهم اوفر من برا ومشيو. فما وقت وقت 2004 فما لي زيترونجي خرجوا وقت نتذكر كريم غازي وابو عبد الله داود مشاو على رواحهم فهمتني. انا وقتها قلت بيني وبين روحي وقت مقيد باش نتعدى بالي اخرى فهمتني. خاطر كي تحسب 2004 وقت عمري 23 سي انا وقت وخاطر ايماجين انا بديت 17 سنه مش خاطر سليم خرج ولا الاسبيرونس خاطر كانت عندها وقتها فتره انتقاليه شويه ما كانش حاب في حاجه ليك فريقك ليه. بالعكس بالعكس خاطر انا وقت باش نحكي لك على زيتون 2004 في الشامبيونز ليج ثاني انا وزبير وقت نتذكر زبير باي ماركي مليمير بيتور في الشامبيونز ليج في الباركور هذاك فهمتني. انا و2004 هذاك نتذكر عملت روحي عملت شامبيونز ليج باهي فهمتني. مي في الوقت هذاك ما هو شوف نعطيك حاجه جوار ما هو جوار خاصه جوار يزمو يعرف انا هو الوقت اللي يكون يقول لك فيه نخرج فيه فهمتني. خاطر انت نجم تكون انت ما تنجمش تكون عامل سيزون تنجم تكون عامل سيزون خايبه ما تنجمش تخرج صحيح ما تنجمش تاخذ السيزون اللي انت باش تخرج. ما كنت تبدا عامل سيزون باهي وماركي وعندك اسم في اسمك ضارب في الوقت هذاك فهمتني وعندك اوفر مثلا باش يفيد جمعيتك فهمتني علاش ليه. وقتها انا خديت السيزون هكاك كان عندك وقت تسريت مع وستام حكيت عليهم قبل علاش اخترت مشيت لدبي وقتها انا شو الفلوس انا الفلوس شنو بالضبط باش نعطيك حاجه. انا 2003 جانفي 2003 مشيت لوستام عملت تيست بخمس ايام قعدت غادي نتذكر وقتها وستام فيها فريدريك كانوتي عملت معهم خمس ايام وقت نتذكر لونتونر اسمه جلان رودر مي وقتها وستهام تلعب على المانتيان تحب مازالوا ما يعرفوش بعضهم مازالوا ما يعرفوش اش كي يقعدوا ولا تاعهم. وقتها قالنا احنا ما نجموش ناخذوه ديريكت ناخذوه بري 6 شهور افيك اوبسيون داشا تيست معنى 6 شهور باش نقعد نكور معاهم بري تيست معناها باش نعرف. وقتها بالحق نتذكر سليم شبوب قال لي تاخذوه فهمتني من يتخذوه يرجع لجمعيته. كمان وقتها وستهام جانفي 2003 جوان جيت بولتون نتذكر كان فيها الجعايدي وقتها مازال ما فيهاش لا في وقت شو باش نعطيك حاجه بولتون وقتها الجعايدي مازال لمرد الملكي مازال اول واحد جاه لوفر نتاع حكايه بولتون على زيتون. انا يعني وقتها نتذكر في سويسرا كان نتذكر قبل الكوب دافريك عملنا ستاج كيب ناسيونال في سويسرا جاي للبيت سامالا دايز قاعد يحكي معايا هو يرني في بولتون وقتها يرني في بولتون اعطاه اعطاه معناها قديش لوفر نتاع جوار افريكا قديش يسوى في الوقت هذاك فهمتني مليون دولار وقتها فهمتني. وقتها ستيم شبوب قال لي جوار نتاعي ولا نتاع جوار نتاعي اليوم انا اكثر علي زيتوني اليوم 3 مليون دولار فهمتني. هذاك صار هو تو ما ياخذوش 3 مليون دولار هو ليه وقتها بالرسمي معناها في تونس في الاسبيرونس خاصه في تونس فما جوارات بالحق معناها وقتها يظهر لي ستيم شبوب يعرف شنو هي تسوى قيمه الجوار نتاعو علاش. خاطر باش نعطيك حاجه توا في جمعيات في اغلب الجمعيات اليوم مثلا كي يبدا جوار عنده اوفر واحد يقول لك النجم يدخل اون نيغوسياسيون معاه. اما كي يبداو عنده برشا جمعيات تحب على الجوار هذاك بيان سور باش يطلع الفالور نتاعو. حرمك من الفرصه بتمشي بريمير ليغ؟ مش حرمني مي حب وقتها ينفع الاسبيرونس وين نعمل كارير باهي معناها فهمتني. خاطر هو وقتها يمكن سليم شبوب يشوف فيا اللي 3 مليون دولار هذاك الفالور نتاعي معناها فهمتني. ما تلوموش علاش باش نلوم؟ علاش باش نلوم؟ خاطر الحمد لله معناها اليوم بعد هو شو باش نعطيك حاجه معناها جات فرص ما يلزمش ندموا عليها.
حمد معناته بي بعد البريمير ليغ عاش اخترت الامارات علي تشوفيش خطوه مع راسل تيدي بلاستيك كانت في الاوروب سيرتو كنت انت معناها كما قلت في الاوج نتاعك تيمو قبل الامارات كانت موجوده ريز سبور وقتها فهمتني في تركيا كنت باش نمشي معناها باش نمشي ريز سبور ومن بعد صارت نبعثوه الامارات يمشي بري ابيك اوبسيون معناها يمشي بري الامارات 6 شهور ومن بعد يرجع في الشامبيونز ليغ يكون معناها هكا بمخ اخر بعقليه اخرى فهمتني معناها في الوقت هذاك سبيرونس ما حبيتش تسيبني معناها فهمتني خاطر وقت جيني اوفر نتاع ريز سبور تركي وكنت باش نمشي يا اخي من بعد خذوا ديسيزيون اللي مثلا يقول لك عليه نبعثوه بري هكا من جونفي حتى للصيف ومن بعد كي يرجع يلقى روحه في المحضر يلقى روحه في الشامبيونز ليغ منها يكون تفرهد ماديا انت وافقت على الحكايه هذه هنا وقت جيت اوبليجي باش نوافق معناها فهمت اوبليجي من شكون مش اوبليجي من شكون انا في الوقت هذاك خطر في مخي سيء نحب نخرج معناها فهمتني وين يجي وقتها بالرسمي نحب نخرج وين يجي وقتها فهمتني خاطر بالحق معناها نحكي لك هذه 2005 تعتبرها غلطه نتاع الكريم نتاعك انك مشيت وقتها الامارات ليه ما نعتبرهاش غلطة علاش خاطر كي تقول لي مثلا مشيت الامارات وبعد الامارات رجعت قعدت في تونس فهمتني قعدت في تونس قعدت تكور في تونس نقول لك غلطة ومن بعد الامارات جيتني مشيت تروى فرنسا ومن بعد بديت كارير واحد اخر في تركيا معناها فهمتني ندمت تعرف علاش غلطة يمكن كانت لي غلطة ولا ندمت عليها شوية حتى كنت كي نمشي بري كنت نمشي في العمر هذاك فانتر وزون وقتها داخل في الفانتكات كانت نجم تجي تمشي بري للشامبيون مخير فهمتني تروى علاش ما كانش حابة في هالتجربة والله شوف تروى هي زياد لعب معاك هو وقتها زياد معايا قعدت 6 شهور غادي انا قعدت 6 شهور في تروى خاطر اما مشيت وقتها تروى ما حس ما فهمت اللي الانتداب متاعي صار من عند مع البريزيدان والانتونان في بلوش اللي انا جيت فهمتني كليستيل مثلا الانتونان في بلوش اللي انا صار معناها الريكروتمون متاعي فهمتني خاطر جيت من الاسبيرونس في تروى نص النهار الخميس وانتونور يحطك كونتر مارسي نهار لحد حب يحرقك صحيح ودي جاب من الماتش هذاك ما عملت ماتش بيني انا وست نهار الخميس نهار الخميس من باحة تمانيت مع صحب تعالش اسميهم صحيح نعرف كان زياد وقتها يموجين معنا وصلت نهار الخميس انا التروى نهار لحد نلعب تيتولير شو معنى وانا حاجتين اوه الانتونور حطك فم مدفع يا طورة يا فورة عرفت معناها يا يقولوا لهم شو عملت وقتها؟ بون سافا قعدت خدمت اللي علي عملت اللي علي خرجني في ال 69 مينوت هكاك فهمت ما عاونك زياد في اون جينيرال نحكي في التجربة نتاع تروى هي تجربة صغيرة بالنسبة لي أنا فهمتني وزياد وقتها عندك جونفي كل زياد وقتها في الكوب دافريك فهمتني 2006 زياد من بعد جاي معناها جاي في آخر تيليا شو باش نعطيك حاجة فيش باش نعاونك معناها فيش باش نعاونك معناها انت واحد تلعب فيرت بوست فهمتني خويا ذراعك يعلي فراهو فهمت خاطر فيرت بوست تنجمش تجي انا سامحني انا نقولوا انا في بلاصه زياد ما نجمش تجي انا تكون كور كل شيء باش معناها باش سامحني باش يجي زياد ينحي يقول لا انا نقعد على البنك ويكور عليه ما تجيش فهمتني هذه معناها بوست خاصة بوست دوز اتاكون انت اتاكون وين اتاكون يا انت تكون حاضر ما كنتش نفس البروفيل مانيش نفس البروفيل لازم حتى مع بعضكم علي بون وقتها موجود شو اسمه سيباستيان جراكس وقتها موجود فهمتني جايبينه من يظل لي مليون فهمتني ولندنر وقت يحب سيباستيان جراكس معناها زياد الحاجة به اللي عملها معناها زياد ما حسسنيش لي انا وحدي معناها فهمتني
باش نحكي لها احسن تجربه ليك على زيتوني في انتاليا سبور، لكن بعد بي بي سي نيوز. نشرة جديدة من جلوبال نيوز بيت تقرأها أميمة الشاذلي. السلطات العراقية تفرض حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى في 6 محافظات من بينها البصرة وبابل بعد مقتل 40 على الأقل خلال تظاهرات أمس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. ليوبوف سوبول روسية استغلت شهرتها بأكثر من 1,000,000 متابع على يوتيوب في إثارة احتجاجات واسعة ضد الحكومة، واختيرت ضمن قائمة بي بي سي 100 امرأة ملهمة حول العالم هذا العام. فهل توافق على استخدام مواقع التواصل لإدارة الاحتجاجات السياسية؟ شاركنا على فيسبوك بي بي سي نيوز عربي. بي بي سي. ليستر سيتي يصعد إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، محققا أكبر فوز على الإطلاق خارج الأرض في تاريخ البطولة بعد أن سحق ساوثامبتون 9 أهداف نظيفة. شغف في علوم الفضاء بدأ يمكن عن عمر 9 سنوات. وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في الإمارات سارة الأميري تختار ضمن قائمة بي بي سي 100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم لقيادتها الفريق العلمي لمشروع مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ. كان في توجيه واضح إن لازم تسيرون للمريخ ويكون لكم بصمة علمية، ما تطرشون مسبار فقط يلتقط صورة. شاهدوا تقريرا عنها على موقعنا bbcarabic.com. BBC. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات، وشركة الطاقة تعلن نيتها قطع التيار الكهربائي عن نحو 2,000,000 بعد سقوط أحد أبراج الكهرباء بالقرب من الحرائق. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تقرر إرسال إنسان آلي في حجم عربة الجولف إلى القمر عام 2022 للبحث عن مكامن للمياه تحت سطحه، وذلك قبيل عودة مقررة لرواد الفضاء إلى القمر عام 2024. جلوبال نيوز بيت. بي بي سي. The Mixed. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، نواصل الحوار متاعنا مع علي الزيتوني. باهي علي، كي كملت علاش مشيت حملم في موش ترجي رغم اني صراحة قبل في تونس ما لعب كان مع ترجي؟ كلامك صحيح، حبيت نرجع للترجي. عاش وقت القول اللي معناه علي الزيتوني ما نجمش يفيد ترجي، وكنت أمنيتي بالحق أنا وقتها بعد تركيا وكل شيء أمنيتي نرجع لسبينوس. أمنيتي ليش؟ خاطر بالحق معناها حبيت نلعب ماتش غادي معناها بعد سنين هذيك ما جيت من 2007 أنت معناها حاطكش 2012 ترجع لتونس تاخذ ديسيزيون باش ترجع لتونس. حبيت نرجع نكور في الاسبيرونس، فهمتني؟ وما طلبتش فلوس، ما طلبت حتى شيء، انا ما طلبت حتى شيء، ما انا مي حبيت ان على الاقل كي نرجع لتونس نرجع لاسبيرونس حتى في الجروب، ما انا فهمتني؟ مي ربي يديهم اللي كانوا سبب لي انا ما تقبلتش وقتها، ما حبوش عليا. وما كيف فما شكون ما حبش عليا يرجع؟ ليه نحكيو 2013 وقتها كملت الفان كونترا نتاعي، كملت الكونترا نتاعي في تركيا. وقتها عمري قديش؟ عمري 32 يعني، فهمتني؟ مي بزاري كان يانيك نيانغ وقتها فما يحبوا يرجعوه، وقتها سيبوه يحبوا يرجع لسبيرونس، فهمت؟ وانا وقتها حبيت نرجع جوست نحب نلبس مريول سبيرونس. انا حبيت نرجع لسبيرونس، حبيت وقتها نعمل حاجه، حبيت نهز تيتر مع لسبيرونس بعد مده كبيره، ما فهمتني؟ كان وقت رجع يانيك، وقت رجعوا يانيك وانا وقتها ما خموش فيه، ما كنتش في التخمام نتاعهم، فهمتني؟ معناها وقت نتذكر شكون وقت انتونور ماهر كان زاري وقت انتونور، فهمتني؟
معناها وقت الغايه نتاع رجعت الاسبيرونس، حبيت ان كما قلت لك حبيت نلبس ميلو الجمعيه، حبيت نعمل هز تيتر وقتها، وما حاجت بحد شيء وقتها، ما لحاجت فلوس لحتى شيء، فهمتني. يمكن الغلطه الوحيده اللي عملتها في الوقت ذاك ما حكيتش مع سي حمدي المدب ديريكت. انا كان مشيت لسي حمدي وحكيت معاه ديريكت وقلت راني هكا وهكا وهكا، فسرت له كل شيء، كنت النجم راني موجود في الاسبيرونس. شكون ما شكون حكيت؟ ليه وقتها شكون موجود؟ وقتها موجود ماهر كنزاري، موجود رياض بن نور، فهمتني. ووصلت وقتها الجمعيتي اللي انا نحب نرجع، ما نحبش لا نحب فلوس لا نحب هذا الشيء، نحب نرجع باش نحب نرجع خاطر شو باش نعطيك حاجه تحب ولا تكره راه وهره راه معناها بعد مده وترجع ترجع لجمعيتك تلبس ميلو جمعيتك وتز تيتر في وقت الفلوس ما قالوا لك لا شيء. ليه ما قلوليش ليك وقتها رجع يعني كنيانج عندنا تكو تسكرت الحكايه ولا ندمت على اكسبيرونس تاع حملام سويتو ما كانش ناجح برشا. والله شوف تعرف مش ندمت على الاكسبيرونس تاع حملام في حياتي الحمام نم فرحوا بيا بالكده بالكده. عملنا جو به وقتها معين وعربي عربي المجري الشعار ذوما اللي وقتها جمهور حملهم في الكل نقدم له تحية خاطر بالحق مريت حتى حاجة خايبة جمهور حملهم بالعكس لليوم يحبوني اليوم كلموا فيه وخاصة سعاد الدعداع. مندمتش على الحاجة اللي ندمت عليها، تعرف الحاجة اللي ندمت عليها بعد تركيا نور مامورا اني مشيت لبلاد أخرى ما رجعتش تونس. هذيك اكثر حاجه يمكن نتعلم بي علاش علي بعد شويه ما مشيتش للتدريب. والله ما تعرف الجوار يخمم بعد شنيه بعد الكره، يا في المانجمنت يا مانجر يا مدرب، فهمتني. انا علي زيتوني حاليا مانجر، فهمتني، وكيل لاعبين، عندي في نفس الوقت اكاديميه غادي، نحب نعمل حاجه في دومين الاكاديمي، نحب نعمل حاجه كيما دوز اكاديمي اللي هما قاعدين في مخي معناها الاولى لا سيك ميموزا والثانيه بارادو اكاديمي بارادو في الجزائر. على عكس انك معناها علي كلاعب تبارك الله لاعب ناجح بالكده، ما كنت علامه تعتبر رقم زدت ماكش لاقي ثنيه بالباهي. صحيح خاطر شوف باش نعطيك حاجه، ممكن المشكله كي تبعد من تونس تطلع انت تخرج من تونس ينسيوك في سهره، ينسيوك في سهره مالك في تونس، دونك في تونس ما ينسيوكش. اما كي تخرج من تونس ولو حتى تكون انت فتك الدنيا، فهمتني، البرا بتلعب وتكور كل شيء هم ينسيوك. نذكر خويا موجودين توا، فهمتني، ايمن عبد النور مثلا في تونس بتحكي ما يحكيوش عليه برشا، ليزيت رونجير موجودين، التوانسر موجودين البرا ما يحكيوش عليهم في هنا يتنسيو، فهمتني. يمكن البعد على تونس هذاك اللي خاطر ساعات تلقى عبيد يبعثوا لك مسجات وينك اش تعمل وين حيك شنو تعمل تو، فهمتني. خاصه تركيا مش كيما البلايص الاخرين، خاطر تركيا مسكره في دومين الكوره وفي دومين السبور وكل شيء، فهمتني، عندهم الليك تي في نتاعهم عندهم كل شيء، ما يعديوش البطوله نتاعهم ما يعديوش فيها، يعديو فيها كان في الليك تي في هذايا، فهمت. كما قلت لك معناها تو بالنسبه لي انا مسطر حاجتين، معناها هو شو انا عندي سوسيتي نتاع مانجمنت وعندي في نفس الوقت ننظم التربصات وننظم الاستاجيت تاع الاكاديميه. جبت ملاعب للسيابي، صارت مشكله بينك وبين عبد السلام السعداني، صار حكيت حتى الامور بتاع فلوس، شنو صار بالضبط علي وقتها؟ جبت نيجيريان اسمه ايزي. قعد عمل الكونترات وصار الكونترات وكل شيء، فهمتني. صار السيناتير في اخر نار في الماركاتو وقتها. ما صارتش مشكله ما بيني انا وعبد السليمان، عبد السلام ما صارتش حتى مشكله. جوست ما تعرف كي جوار كي صح في جمعيه عنده البريمتيونيتير نتاعو، معناها فهمتني، معناها عنده معناها وقتها كي جا قلت له، قلنا له وقتها
سبقولو باش يركح أموره الشهر هذا الشهر النادين وبعد بعد الفلوس توت في عقلكم معناها فهمتني. هذيك الحكايه اللي صارت معناها اتهمته حتى انه خذ فلوس معناها في حكايه نتاع مايتي ولا شنو ما عرفش شنو هذيك بالضبط. ليه مايتي انا مايتي بنتي يودي ما نعرف لا مايتي في لا في فوت في فود لاند كارد عليه قلت انه عبد السلام السعداني خذ فلوس 10000 دولار ولا حاجه هكا في الفلوس بتاع صفقه نتاع ماشين حبيب مايتي للكويت. حبيب مايتي انا ما عندي معها تعلق ما نعرفش شكون انا حبيب مايتي. ندمت عليه الكلام. ليه مش ندمت عليه خاطر مش ندمت عليه انا ما نعرفوش شكون حبيب مايتي. معنا اليوم تقول لي حبيب مايتي صدقني ما نعرفوش شكون اسم والله العظيم خاطر مش جواري انا. ليه نعرف خاطر انت قلت كلام كما هكا ولا انا خاطر اسمع البارح باكر نعمل في ريشيرش عليك قريت الكلام الحكايه 2016 ما نتذكرش واحد شنو حكيت وقتها والله بالحق نحكي معك بالرسمي. علاش خاطر اليوم كي تحكي لي حبيب مايتي انا في حياتي اليوم انا بدي ما فهمتش علاش جبتك خاطر انت وقتها في حياتي يمكن انا جبت يمكن خاطر وقتها خرجوا ارتيكل ولا خرجوا حكايه اللي انا خذيت فلوس من السي بي فهمتني. يمكن وقت خرجوا اما انا ما خذيت حتى شيء. انا خذيت وقت نتذكر عبد السلام خويا اعطاني المستحقات نتاعي اللي صرفته مع جوار كابي دافيون وما تبعها فهمتني. هذاك اللي مدولي خويا قال لي قداش صرفت عليه جوار بيجي تونس قلت له صرفت عليه هكا قال لي هاو نتاعك فهمتني. هذاك اللي خذيته من عبد السلام فهمتني. اما باش نعطيك حاجه انا شو باش نعطيك حاجه انا ديجرا باش نكون معاك واضح انا اليوم في تونس بالحق بعد اللي بعد معنا بعد اللي توقعت نشوف فيه في الـ في الـ في توا في تونس ما عادش نحب نخدم على تونس انا ما عادش نحب نخدم انا على تونس ما نحبش نجيب مثلا رو اليوم انا نحكي كجون ونحكي ك اونسيان جوار راو اليوم لجون اول حاجه بالنسبه لي انا اللي هي انا في 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 طبيعتي انا نضمن حق جواري اكبر من نضمن ال اي متفاهمين فيها اما ليه سامحني راه فما جوارات جيو يجيو لهنا فهمتني يجيبوهم وما ما ما يخوش حق ولا جون نتاعو ياخذ كوميسيون يمشي على روحه. كنت باش تهز حمد النقاز لتركيا وما تمتش الصفقه والله في الوقت هذاك حمد النقاز حكينا معاه خذينا معنا عنده مونديال على تركيا وقت نتذكر في انتالي سبور حاجته ببريا دروا وسالون عليه وقتها وبعد ما سالش ربي معنا فهمتني ما قعدنا نستناه وما تعرف في تركيا يقعدوا يسالوا ويزموا تقعد تستنى ويزموا يزمك يزموا يعاودوا يسقسيوا عليه فهمتني. كيف كيف ياسين مرياح وفراشوات كان عندك معهم حاجه ما تعملش زاده؟ لا ياسين مرياح وفراشوات ما عندي معهم حتى علاقة جوست خرج كلامك حتى علاقة. الوحيد اللي بالحق جبنا له اوفر وقتها يوسف مساكن منين ليكيب كايسر سبور اللي يعرف فيها عبد النور تو وعلاش ما تعملش وقتها؟ وقتها يوسف كنت ذكرت يوسف وقتها تعدى بالبريود البريود فهم بيريود خايبه تعدى بيه في 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 الكيب نتاعو وقتها كي عملوا الدمج وكل شيء فهمتني وقالوا له وقتها اي تفك ذكروا نقصوا في ليزترونجي صحيح في التنكيس نتاع ليزترونجي وقتها جاء الاوفر ليوسف هذيك الحاج وش اسمه سيف الجزيري رامي جريدي جبت له من تركيا اوفر جبت له من تركيا اوفر وقتها في السي اس اس ولا في الاسبيرانس وقتها في السي اس اس في السي اس اس وعلاش ما تمتش حكايه رام حكايه هذيك اخويا ما ما تمتش خاطر ما نلومش رامي انا ما نلومش رامي رامي اللي اليوم صحاب انا وياه بالحق ما نلوموش رامي خاطر رامي اصحاب انا وياه وقتها بون دخل اجون واحد اخر قال جوار نتاعي فهمتني خاطر انا كي حكيت على رامي حكيت مع لونتونور لونتونور كان اللي يريني فيا في انطاليا انا شو حكيت مع رامي قلت له انت قديش في العام قديش تحب تاخذ قال لي انا راح بنيخو هكا وكا وكا قلت له كيرا هز التليفون كلمت لونتونور لونتونور بالوقت هز التليفون في بالي مش تم كلمني اجون يدعي اللي هو تابعه رامي تابعه فهمتني في السي اس اس وقتها وقتها رامي في السي اس اس وقتها من رامي سيم انا في معاذ الشيب بالاجون ليه ليه
كلمني قال لي نحن جبدناه زاد قال لي حكينا فيه الموضوع وحكينا مع الكلوب وفي بيننا بيها الحكايه هذه وعندنا جمعه نخدموا عليها الحكايه هذه قال لي حتى نكملوها نحن اوكي قلت له كملها انت بون ما كملتش الحكايه خاطر المونتون اللي عرفته انا كان حكايه فارغ قدام اللي حبوا عليه هما ما فهمتني بعد كاولو تونس مشي جاب جوار جاب جارديان من 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 فرنسا بري على عام بليش فهمت تبع في التوانسة في تركيا عمل عبية تو نتبع سيام بن يوسف نتبع في سيام نتبع في منتصر الطالبي فما غيلان زيدا وايمن عبد النور غيلان وايمن عبد النور ايمن ديجا تقبل تنوية المرة الفيت فهمتني وان بليز ايمن عبد النور يريني فيه حكمة كرمان هذي الانتونير بتاعي قعدنا تقبل تنوية ايمن قعدنا نحكيه على الانتونير وكيفاش الانتونير بيه تحفور شنو لك في اللي بريفرمانس متاعهم غيلان تبارك الله غيلان عدى ماتش طياره كونتر جالاتا سراي لعب بالكدا غيلان يمكن تشوف باش نعطيك حاجه غيلان بحكم البلاصه اللي فيها مالاتيا بلاد تحفونا نجم معنا بلاد مشغوله للكوره معنا باش تكور فهمتني باش تكون كونسونتري على الكوره فهمتني كايسري زاد هكاك فهمت خاطر شنيا انطاليا كايسري مثلا وكايسري سبور ومالاتيا سبور بلدين متاع باش تكور خاطر ما فما حتى شيء معناها عبارة انت مثلا مالاتي عبارة مثلا تكور في تبركم ولا مش تبركم معناها تكور في كما نقولوا نحن عين دراهم اي ما عندهم شيء معناها ما فما حتى شيء باش تكور مش كيما انطاليا مثلا فهمتني ينجم يقدم هيتاب تقول له غيلان مثلا ينجم وفما حاجة في في في, في البطولة التركية اليوم مثلا غيلان ولا ايمن كان عمل عام به نجم قد وراه ديريك تاخذوا كيب كبيره كيب من الاربع كيبات كبار جالاتا سراي فنرباتشا ولا بشكتاش طرابزون فهمتني نحكي مثلا على غيلان غيلان قلت تربي كان عمل العام به نشوفوه العام اللي بعده في جمعيه كبيره ان شاء الله في تركيا عندك سيام مش لاقي برشا عندك سيام بن يوسف اليوم كابيتان في كاسم باشا دوزيام كابيتان في كاسم باشا فهمتني كاسم باشا الكيب اللي موجوده في اسطنبول وقريبه برشا للكيبات الكبار فهمتني منتصر الطالبي في ريزا سبور حسب ولو انه اليوم لعب ماتش كامل تاع الكيب نتاعو على بحث اي منتصر الطالبي في ريزا سبور ريزا بون ريزا الكيب كيس حاجه ريزا ذيك كنت 2004 باش نمشي لها فهمتني 2004 باش نمشي لها لعب فيها اليعقوبي ولا فهمتني شكون تعتقد اكثر لاعب تونسي نجح في تركيا من اللي يمشيوا الكل ناحية رياض بوعزيزي زبير بيا ليه زبير جيل بشكتاش جيل في جامعة كبيرة لعب في كيب كبيرة زبير واليوم يعرفوهم أنا كي نقول مثلا جماعة بشكتاش كنقول من زبير بيا ما قعدش برشا خاطر قعد سبع شهور ثمانية شهور زبير بيا والانترنور اللي رناني كان في بشكتاش يعرف زبير بالكدا فما رياض بوعزيزي جزيري هذو محسن بلعبي هذوما اللي شكون شقالك في خروج بعض فنحكي على غيلين شقالك في اللي خروج من لاعبيه ليبر من الترجي تتفاهم للاعبيه ولا كان نجم يجدد ويخرج وكيفاش بالضبط كيما شكون كيما غيلين كوم سعد بقي كوم ليت بيع غيلين سعد بقي مثلا غيلين سعد بقي ايمن بن محمد ايمن بن محمد ممكن تعرف شو باش نعطيك حاجه لو نجم يكون جوار في وقت من الاوقات يقول لك يعني انا مثلا نجم ماش نجم نقدم الاضافه للجمعيه نمشي نشوف اموري نشوف حياتي فهمتني غيلان يمكن خاطر اليوم تفهم الملاعب يتفهم الملاعب وباش نعطيك حاجه لو جمعيتنا ورئيسنا والمسؤولين يتفهموا ويعرفوا كل شيء لو يا تخطك قاعد نشوف تو فما برشا عبيد شبيه هذيك خرج ليبر وشبيه ما صحولوش من الاول شبيه ما عودولوش من الاول اليوم نحن نحكيو بعض اما خويا رئيس جمعيه والناس اللي نتاعو يعرف شنو يعملوا فهمتني يصير لك في جمعيه في 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 جمعيه كبيره كيما الترجي التونسي باش تجي انت تلوم على كيفاش ما صحاش الفلان ولا الفلتين فما حاجات راهو بالحق راهو ما نجموش فما حاجات كل واحد عنده الحد نتاعو رئيس نادي انت ما تجيش اليوم انا مثلا نجي علي زيتوني باش نجي نقول الرئيس نادي نقول له علاش ما صحش الجوار هذاك خاطر فاند كونترا
كي مادام مسحلوش لو عنده 5000 حكايه نبدلوا شويه الجو. اختك عندك اختك في التحكيم هكا ولا كنت 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 علاش ما صارت تكلفه معاها وانت زفرت لك ماتش شديت لك ماتش حاجه هكا زفرت لي ماتش مره وحصيله تقول تلعب تقول سيزمو دخلتها بعضها تقول كوفي كوجا مال كيفاش صار تضد كل شيء ضدي حصيل ما عاونتكش انت جمله بي ما دام حكينا على الطياره شنو حكايتك مع الطياره مازلت تخاف من الطياره ولا ما خويا برجليه نعطيك حاجه يا خو كنت لبس عليا راه كنت خويا شيخ على روحي نسافر فرحان عامل جو طلعت يا خويا للسينيور الرفيق اخويا غول الجوارات حاصل جيبسي والشيحي وبدره وجماعه كل فهمتني نقا تخاف من الطيار ركبوا لي اخويا فهمتني عيادي حمروني الذكر عيادي وقت مسافر مسافرين جربه وين قاعد على هكا قاعد شيت شيت الشباك عيادي يقول يا وين نحن نقول له عيادي تو تحتنا البحر بحر تحتنا يحل سنتيري اما لك يقعد هكيك عيادي خرجنا من البحر يسكر سنتيري كنت عيادي شوف كي برا قال لي قطعنا في البحر وكنسلكوها فهمتني معناها مجين انت خويا في الوقت ذاك بعد هي مشيت لتركيا مشيت لتركيا نلقى التراك زاد يا خويا خاف من الطيار انطاري خويا ديما عندك تلعب 17 ماتش عندك يمكن حكيت 16 بالطيار وجوره خويا ما استهزتش لتو تمشي وتجي خويا برجي ما نكذبش عليك انا مشكلتي تعرف شنو هي مشكلتي ماني ديما كي نروح كي نجي نعمل انطاري اسطنبول اسطنبول تونس فهمتني باللي خويا عملوا لنا تونس انطاليا ديريكت خلينا خويا نبداو نطلع نهبط نكره في الطيار باهي صحاب برشا انتو فؤاد ولا عمر فؤاد تحبوا برشا خويا مازلتوا لتو مازلنا نحبوا خويا عندي مده ما كلمتوش مي عشيري هذيك نحبوا برشا خويا تحن برشا للكلوبيست فؤاد الدعمار الوالد الله يرحمه كلوبيست مش نحن برشا للكلوبيست شو باش نعطيك حاجه الحاجه ديما نقولها لليوم نقولها الحمد لله يا ربي اللي اليوم الكوره خرجنا من الكوره بمحبه الناس سواء يحب الكلوب سواء يحب الليتوار ولا صفاقس الحمد لله اليوم علي زيتوني اي واحد من اي جمعيه كي عرضني في يقول لي محليك ويقول لي يعطيك صحه ويسلم عليك تفكر ترفع مع فؤاد والله نتذكر كلمت قبل الماتش دربي قبل الماتش ساعه ونص يضل ولا ساعتين نحكي معاه زيد تليفون قلت له فؤاد وينك قال لي قلت له فوفو وينك سامر قال لي يعني في استاد شكون معايا قلت له علي زيتوني معك استعمل قال لي اخي نورمال انت في مخك قال لي معناها انت عارف روحك اللي انتم معناها عندكم ثقه كبيره في رواحكم مكلمني قبل الماتش بتاع هذه الدربي تعادلنا فيه هذولي تعادلنا واحد واحد سليتي اللي مارك ملك في الاخر هذيك فؤاد ليه فؤاد خويا تحياتي ليه والله صاحبي بالكدي بالكدي فؤاد وتحفون وخاصه وشو باش نعطيك حاجه فؤاد ودماره محبوب هوكا كلوبيست هو يحب الكلوب وكل شيء جمهور معناها المكشخين يحبوه من اي من, من اي من اي جمعيه يحبوا فؤاد ودماره فؤاد ودماره معناها معروف بالخفة الروح اللي فيه معنا فهمتني صحيح باهي شنو حكيت علي زهر صحيحة انت قلن انا بيدي نسل في روحي معنا شنو ايش معنا فهمتني انا برحك معنا نسل ايش معنا كيفاش ركبت لك هي انا بيدي بالرسمي خاطر منيش حاسبها جملة الحكاية ذيك فهمتني خاطر شنو اليوم خاطر في بلادنا فهمتني مكتار في بلادنا خاصة التونسي التوانسة معناه فهمتني مش معناه منحكيش على التوانس نحكي على العرب بصفة عامة معناه فهمتني ما يقولكش ولا يعمل مجهود تي ليه زهر كمان توا اليوم مثلا منحكيش علي انا بي انا تعديت في كارييري وفي وكل شيء عصام جمع اخوي احسن هداف تاريخ المنتخب التونسي فهمتني هاوك اخوي فهمت ديما انا ديما تركب لاتاكون باش تفهم انا باش تعرف فهمتني صحيح ما يقولكش والله يعطيه الصحه يخدم على روحه يجي انت كي تقول عليا الحكايه هذيك يجي يا خويا انت ترينا معايا بريود ولا ترينا مع جماعه اسم جمعه ولا ترينا مع اي واحد تقول عليه حتى الزهر ما يمشيش للناس الكل انا ما تخدم انت لروحك يودي باش نعطيك حاجه انا كي جيت مزهر فهمتني ما تغيبش على قدس راني صحيح فهمت باهي نبداو مثلا انا درج في الحصه نتاعها نعمل بريك نتاعنا بدايه مع الكويس الكويز اجابات ما غير متخمم برشا عليه احسن لاعب تونسي يوسف مسكني احسن لاعب في تاريخ تونس
طارق دياب. أحسن مهاجم في تونس. توا ولا كما تحب. أحسن مهاجم في تونس في تاريخ تونس. في تاريخ تونس فما برشا. علي زيتوني. فما باسم جريدي. فما سي بون اسم برك. مدافع كنت تقرا له حساب بوقديده. علاش خويا مش عارف عليه كاس عارف تعرفش عليه مرفق خويا منين يخوي بك تبدا تقرا حساب باهي ملاعبي في تو في بطولتنا تشوفه قادر ينجح في اوروبا. شوات. اقرب لاعب ليك. جعدي. افضل مدرب تونسي. حاليا اي في تاريخ تونس مدرب في تاريخ تونس يا ما تخربش برشا بالنسبه لي انا فوزي بزارتي. افضل مدرب دربت عنده في تونسي اي حتى مش تونسي مسيرش. فما في تونس فما يوسف زواوي وفي تركيا فما محمد دوزديريك. مدرب عنده فضل عليك. خميس العبيدي. احسن لاعب في العالم. رونالدو البرازيليان البرازيلي هذاك ديما في العالم ما تقعدش تخمم اللي خمم برشا في صافي يقولوا احسن مدرب في العالم. عندي انا مورينو. ماتش ما تنساهش فرنسا. مورينو البطل. بطل ما احسن مدرب خويا. هدف ما تنساهش فرنسا بونتو فرنسا. اجمل بونتو سجلته. بونتو فرنسا. انا نشوف بونتو نيجيريا احلى. اي بونتو نيجيريا ولو جالي ما لقيتوش بالله يا جماعه اللي عنده بونتو نيجيريا يبعثول. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته. الفينال كوب دافريك 2004 جزيري. بعد الاسبيرونس وجمعيتك الام شنو هي اقرب جمعيه ليك؟ وذرف جمعيتي. بعد وذرف والاسبيرونس. اقرب جمعيه لي في تونس ولا في تونس؟ في تونس. اسبيرونس. حاجة فيك ما تعجبكش؟ حاجة فيه ما تعجبنيش اللي أنا كين نتغ كي ما تعجبنيش كي استنى خليني نقول لك كتغش مش كين تغشش كي نجبد كي نجبد الساش على حد سيء ما عادش نعاود نرجع. كانت هذه لوكويز. لوكويز ما زلت دقيقة ونص عليه. الربريك اللي بعدها ليكيب تيب. ليكيب تيب في دقيقة ونص اعطيني احسن 10 ملاعبين لعبت معهم وانتي باش تكون البونت نتاعهم. كيف ناسيونال ولا كيما تحب المهم لعبت معهم حتى مش في تونس. كارديان شكري. شكري الويعر. نعطيك في تونس. كارديان شكري الويعر. حتى البرا مسيرش. حتى البرا. شكري. اريا دروا. حاتم طرابلسي. أرير غوش روبرتو كارلوس. جعادي لعبت مع كارلوس. لعبت ضده. لا لا معاه قلت معاه باهي. حاتم طرابلسي. على اليسار. وليد عزيز. جعادي بدرة قدامه مشيحي. فما حسين الجيبسي. زبير بيا. على مين لعبت معاه تحياتي لي فوزي رويسي. وعادل سليمي. ناقص واحد ولا وين؟ وانت يعني مش نوه هتو معهم ولا معهم. كان ديبي ليكيب ليكيب تيب. أعطيك صحة علي زيتوني. انتم أعطيكم صحة ومرسي على الجو ذي وإن شاء الله نكونوا عملنا ضحكة وحكينا برشا. في كلمة قلت في الاسبيرونس تغيرت ليكيب. والله تغيرت ليكيب وما الريكروت مول جيو باهين. نصبر عليهم شويه وبقدره ربي فما حاجات باش تكون خير من الاسبيرونس بتاع قبل. شويه صبر وكا ونصبر على جمعيتنا خاطر جمعيه كيما الاسبيرونس ما قلقهاش تكون خرج من منهار. ديما كي نقول لك الاسبيرونس في كلمه شنو تقول؟ بالروح والدم والعالم والله. هذه احسن حاجه نجموا نختموا بها الحوار نتاعنا مع علي زيتوني. مازلنا متواصلين حتى للخمسه نتاع العشيه. بعد شويه نحكيوا على النادي الافريقي في انتظار التحاق زميلتي اسماء مده باش تكون بعد شويه في الاخبار.